جمعيتنا هي جمعية المستقبل الرياضي بمنزل المهيري، تأسست في 2018، جام في 2018، والنشاط الأولاني بتاعها هو رياضة التايكواندو. ننشط في صلب جامعة تونسية للتايكواندو منذ تأسيسها، وعلى مرور السنوات يعني دخلنا فروع أخرى كيف رياضة الكيك بوكسينج ورياضة كمال الأجسام والفتنس والأيروبيك. جمعيتنا من الحقيقة منذ نشأتها يعني كانت لها كلمة في ولاية القيروان، مرورا بالبطولات الجهوية والإقليمية كان عندنا العديد من الأبطال على المستوى الجهوي وعلى المستوى الإقليمي زيادة، خاصة في رياضة التايكواندو اللي هي رياضة الأم. كان عندنا تقريبا معدل 40 أو 50 ميدالية في السيزون، والحقيقة أحسن موسم تعدينا هو الموسم هذا، خاطر توجنا آخر الموسم في صنفي الأصغر والأواسط بجوز ميداليات على المستوى الوطني. والله بديت نترانا مع بداية نشاط الجماعية، الحقيقة غرمنا سينيزار بالاندرومو، أجواء باهية ياسر في الصالة، خاصة في صالتنا. ميدالية محمد ريان السالمي تروازيام بلاس، وميدالية محمد عزيز شكري السالمي تروازيام بلاس زادة في المستوى الوطني، يعني في رياضة تضم 37,000 مجاز السنة الفارطة، والقابل العدد هذا قابل للزيادة الموسم هذا. شوف إذا مش نحكو على النقائص مش نعاودوا نفس السيناريو متاع اللي يحكوا فيه جمعيات الكل وبين الوضعيات المادية متاع البلاد كاملة، لكن احنا هذاك ما يخفش على حتى واحد. نقائص المادية يعني مش مفهمة نقائص، فماش موارد من أصله، لكن احنا نحبوا نحكوا على جانب آخر، نحبوا المسؤولين متاع البلاد هذه كسواء رئيس بلدية ولا معتمد ولا حتى المسؤول عن الرياضة في القيروان، نحب يلتفت حتى معنويا لصغيرات اللي تقريبا عمرهم لا قابلوا مسؤول، عمرهم لا كرمهم مسؤول. مانيش نحكوا على الفلوس اللي هو الناس كل مش تعرف وضعية البلاد، نحكوا على الجانب المعنوي. في نفس السياق هذا والله حبيت لفت نظر للسيد الوالي والي القيروان، للسيدة المندوبة الشباب والرياضة بالقيروان، وللسيد الكاتب العام للبلدية. نحن من اللي تأسست الجمعية عندنا زوز فروع، فرع في نصر الله فرع في منزل المهيدي. لظروف خاصة وللظروف متاع الكورونا كيف ما تعرفوا الفرع متاع نصر الله يعني اتحل، وعندنا فما قاعة مغطاة في نصر الله. نلتمس من القائمين على الرياضه للرياضه في البلاد هذه ولا في الولايه هذه انه يمكنونا من توقيت التدريب اكثر من 40 بشر قاعدين يتنقلوا كل جمعه 4 مرات من نصر الله ومن حوز نصر الله للمنزل المهيري باش يكملوا النشاط نتاعهم، وقت اللي القاعه المغطاه يعني فيها تقريبا فرع واحد ينشط نتاع جمعيه اخرى. هذا نداء للقائمين على الرياضة باش ينقذوا العباد هذه اللي تضيع في 4 سوايع ترونسبور و3 سوايع كما تعرفوا. نحن نترينوا جمعة وسبت وحد العشيات في الأوقات اللي ما فيهاش نقل، يعني تصور صغار 10 سنين و 12 سنة يتنقلوا في ستوب باش يترينوا في منزل ميري، وقت اللي قاعة متاع البلدية محلولة وفارغة. ومع العلم انه السيد كاتب العام للبلدية متاع نصر الله كان متعاون معنا، وجزت يعني ترخيص باش جمعيتنا تنشط غادي. والله بعد يمكن تعب تلت الموسم في البطولات نلقوا روحنا حاضرين، سوا كسوا سينيزار ديما معناها يحضرنا بدنيا خاصة ذهنيا زيادة، ففي البطولات نلقوا روحنا حاضرين على الاخر 100%، نعطوا المجهود اللي عنا وكيف تشوف عنا نتائج رغم صغر سن الجمعية. والله كنا نحقق ميداليات، اما اللي معايا اخر مرة محمد عزيز شكري السالمي اللي هو اصحاب وزملاء على المستوى الوطني هذه، اما على المستوى الجهوي ديما الكلنا يمكن 60% من الجمعية نروحوا متوجين فرحانين. والله المشاكل اللي تعترضني في الحياة الرياضية هي تشجيع، يمكن تشجيع معنويا وكاو حتى ماديا موفر لي بابا وماما الحمد لله، حتى سينيزار يعاوننا ديما في البطولات ويفرح بينا. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.